قال العرب أصحاب القلم بأن العز في نواصي الخيل والذل في أذناب البقر هو حال خيول بوركينا فاسو التي عادت للركض بين أرجاء القارة العجوز في إنذار شديد اللهجة للخضر قبيل المباراة الفاصلة بالبوليدة. أشبال المدرب بولبوتا الذين طالتهم موجة الإصابات مؤخرا عادت مجددا إلى المنافسة من بوابات نواديها، والبداية بمهاجم نادي لوريون آلان تراوري الذي سيكون حاضرا يوم السبت المقبل للملاقاة الوافد الجديد عيسى موندي في موقعة لوريون بعدما شفي من الإصابة التي تعرض لها آنفا. من جهته استأنف أمس صخرة دفاع نادي ليون الفرنسي باكاري كوني التدريبات مع ناديه وفقا للتقارير الطبية التي أكدت شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ، ما يجعله مرشحا فوق العادة لكي يحل ضيفا على فوز غولان بسنتيتيان الأسبوع المقبل. في السيري بي الإيطالي عادت دولي البوركينا بساليف دياندا لأجواء التحضيرات رفقة فريقه تيرانا. متوسط ميدان الخيول الذي أسال لعاب ذئاب روما والسيد العجوز عاد من إصابة بليغة تلقاها في الأسبوع الثاني من البطولة الإيطالية، وهي المعطيات التي قد ترشح عودته للتواجد ضمن كتيبة بوركينا فاسو. وإن كان غياب بانسي عن موقعة تشاكر قد تأكد بصفة رسمية، فإن مواطنه ناكولما المحترف في نادي جوبز البولندي يواصل توهجه محليا بتسجيله 7 أهداف كاملة جعلت رئيس النادي يشيد بإمكانياته مؤخرا. وفوق كل ذلك فقد توج المنتخب البوركينابي للمحليين بدورة الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا عقب فوزه على البنين بضربات الترجيح، وهو ما جعل مدرب المنتخب الأول يتودد لبعض العناصر المحلية قصد تدعيم صفوفه قبيل موقعة تشاكر. وعلى ضوء كل هذه المعطيات فقد تأكد جليا بأن خيول بوركينا فاسو لن تحل بالبوليدة من أجل الركض في ميدان الفروسية وحسب، وإنما للدفاع عن حلمها وهو التأهل للمنتخب.